ازيك يا ريم؟ ممكن نقعد نتكلم شوية؟ ملوش لزوم يا طارق، حاجتك اهي يعني عن اذنك. حتى لو انت قررتي خلاص انك تنهي الموضوع، خلينا نقعد نتكلم اخر مرة. ماشي، اتفضل سامعك. انت مش شايفة ان اللي ما بيننا كان اكبر بكتير من شوية الهدايا دول؟ ولما اللي ما بيني وبينك اكبر من شوية الهدايا دول، ضحيت بيا ليه بكل سهولة كده؟ ريهام، انا ما ضحيتش بيكي، انت اللي قررت تنهي الموضوع مش انا. انا اللي قررت انهي الموضوع؟ ماشي يا طارق، انا اللي قررت انهي، بس انت عملت ايه؟ انت رضيت وما سألتنيش حتى. طب انت ايه اللي هيرضيكي؟ طب عايزة نعمل ايه عشان نعرف نكمل؟ ما سألتنيش. هي دي المشكلة يا ريهام، انك عمرك ما بتشوفي نفسك غلطانة. انت كمان شايفة ان انا المفروض اعرف لوحدي انت محتاجة ايه واعملهولك عشان بحبك، ومش من حقي كمان اتناقش فيه او اعترض عليه. ده انا ضغطك قوي بقى يا طارق. اه يا ريهام، ضغطاني جدا جدا جدا. حتى موضوع الغنى ده كل اللي حواليا شايفين انه مهم جدا بالنسبه لي، ومهم جدا بالنسبه لمستقبلي، وبيشجعوني وبيقفوا جنبي، واكتر حد في الدنيا المفروض يشجعني ويقف جنبي ويقول لي ما تقلقش خش في الدنيا بصدرك، ما بيعملش كده. انا وضحت موقفي بكل صراحه عن موضوع الغنى ده، قلت لك الاول نبقى مع بعض وبعد كده نشوف موضوع الغنى ده. انا ما منعتكش ان انت تغني يا طارق. ايوه، ما منعتيش ان انا اغني، انا كل اللي طلبته ان احنا ناجل. مش سايبالي فرصه حتى افكر في الموضوع يا ريهام. ضغط 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 وطلبات طلبات، ويا ريتها طلبات منك، طلبات من اهلك. انا لو هتجوز اهلك مش هيطلبوا مني كم الطلبات دي. اهلي مش هم اللي وصلونا اللي احنا فيه يا طارق، خرج اهلي بره الموضوع ده. نفسي والله العظيم نفسي من اول يوم نفسي اخرجهم بره الموضوع، بس هي دي الحقيقه، هم ضاغطينك وانت ضغطاني، وديك شفتي النتيجه. مش عارفين نعدي لبعض حاجه، واقفين لبعض على الواحده. ريهام، وانت واخده بالك ان احنا تقريبا بنتخانق اكتر ما بناكل وبنشرب في يومنا الطبيعي؟ وانا بقى اللي عامله كل ده صح؟ انا السبب في كل المشاكل وانت ملاك ما بتغلطش ابدا صح؟ لا لا، انا مش ملاك خالص، مش ملاك، بالعكس انا اكيد غلطت وغلطت كتير كمان. بس انت اللي ما بتعديش حاجه ريهام، يعني مثلا موضوع ليلى ده، انت ما غيرتيش من ليلى عشان بتحبيني، انت غيرتي من ليلى عشان هي مين ليلى دي اصلا اللي ممكن تاخدك مني. انا لو حسيت للحظه انك غيرتي عليا عشان بتحبيني، والله العظيم ما كنت اتكلمت ولا فتحت بوقي. انا ما غلطتش في موضوع ليلى ده يا طارق، اي واحده كانت في مكاني كانت هتفهم غلط. خلاص، يبقى انا كمان من حق افهم غلط في موضوع علي اللي معاكي في الجيم ده. اي تلميح بموضوع علي ده يا طارق مش مقبول، وعلاقتي باي راجل في الدنيا مجرد شغل او صداقه وبس. ولو انت شايف بقى انه بيحصل تجاوزات مني، يبقى احنا اصلا قاعدين بنعمل ايه ولا بنقول ايه؟ انا فعلا تعبت يا طارق، ما بقتش قادره استحمل. ربنا يوفقك يا طارق.